جواندو بوم خلص حط جواندو حلوه يا ولد يا الله. اهلا بيكم يا لعيبه في حلقه جديده من حلقات رزع فيفا، وخلاص بدانا الموسم ابطال اوروبا. يعني النفس مفتوحه والحياه حلوه، والمفاجاه ان احنا رحنا نلعب بطوله في الصين. يعني رحنا الصين رايحين جوانزو نلعب، يا ربنا يستر على الكورونا بقى والليله السودا دي. هنلعب مجموعه فيها ريال مدريد، اتلتيكو مدريد، وشي شانغ كونغ من الصين. هيبقى يعني الموضوع لطيف. غير كده طبعا ان احنا هنلعب او مش هنلعب، هنعمل انتقالاتنا، هنقرا الكومنتات، هنشوف هنعمل ايه في الفريق، هنحدد البناء الرئيسي للفريق، هنستنى رايكم الحلقه الجايه عشان نشوف مين هيرحل. خلاص في حاجات عارفينها مؤكدا زي زها، في حاجات لعيبه كده عارفينها لكن هنكتشف اكتر في الحلقه دي. اعمل لايك وسبسكرايب للحلقه 36 وبدايه الموسم الرابع مع ارسنال والخامس في كارير مود فيفا 20. لو بتحب حلقاتنا تابعنا دايما، ويلا نشوف ايه اللي هيحصل ونديها فيفا تديك طراوه. يمكن افاجئك اقول لك ان اول احتياجاتي هي حارس مرمى. تقول لي ايه ده انت عندك لينو حبيبك افضل لاعب باختياركو الموسم اللي فات، في الكومنتات قريتها كلها، وعندك هندرسون، الاثنين موجودين في كاس العالم. الحمد لله كل لعيبتي راحت كاس العالم. تسالني طب ما دربتش ليه سري فرق في كاس العالم، اقول لك ما حدش عرض عليا، يعني عرض عليا منتخبات ضعيفه قوي حتى ما جبتهالكوش يعني في الحلقه، زي بوليفيا وحاجات تعبانه، لكن ما كانوش يعرفوا ان انا هبقى بطل اوروبا كاس العالم الجاي. اكيد هبقى بدرب يعني مش مشكله، لكن دلوقتي انا محتاج جون العب بيه الماتشات الوديه دي. فانا بفكر يا لعيبه ان انا اجيب حارس كبير في السن، حارس خبره كبيره جدا، يقعد ثالث زي ما بنشوف الفرق بتعملها كده. تعالوا نشوف حراس في الدوري الانجليزي مبدئيا، نعمل بقى الايدج مثلا بدايه من 27 سنه. حارس مرمى الدوري الانجليزي، ونقوم عاملين مثلا سنه لا يقل عن 27 سنه. ماشي حلو ده، يلا بينا دور لي يا عم الحاج. ها ماشي، عندنا ادريان الله يخرب بيته، اليسون 29. ماشي ماشي ماشي، مين ممكن يقعد على الدكه لطيف يقضي معانا اخر الايام؟ دوبري فاكا والله العظيم مش وحش، وكان حارس جيد جدا. ماشي فابيانسكي، تصدق حاول مع... انا بحب فابيانسكي يا جماعه، تصدق احاول مع فابيانسكي مره اخرى يعتزل في ارسنال، حاجه كده شرفيه يعني. وهيقعد تالت اظن، مبسوط قوي قوي قوي. فوستر على فكره كمان كويس، فوستر حارس انجليزي ويعني من اللعيبه الجيده. تعالوا نبص بصه كده اخيرا، جو هارد. جو هارد 75 برضه. ماشي مين تاني؟ راين يا جماعه حارس جيد جدا برضه بتاع برايتن طبعا، و30 سنه مش كبير. وش مايكل عندنا موجود 35. لا انا بصراحه هميل لفابيانسكو، يعني عايز فابيانسكو يبقى معانا ونلعب بيه ماتشات ويعتزل الكابتن ده، ممكن يبقى كابتن على فكره معانا في الماتشات اللي فيها خبره موجود. تعالوا نخش نخلص فيه في بدايه الموسم كده، صفقه جت في وشنا. يلا بينا. مساء الخير مساء الخير، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طبعا انا جاي اكلم انكل فابيانسكي، عايزه في يعني يلعب معانا في الفريق. اتفضل اتفضل، هات له يا ابني كاس اوروبا فرجه عليه من جوه، هجيبه لك دلوقتي. ايوه قول لي بقى. بص يا سيدي، انا عايز الراجل ده كاداري، يعني عايزه يلعب سنه كده، وعايزه ايه كاداري بعد كده في الاداره، لكن نوع من الخبرات تكريم يعني ولاد النادي، الناس اللي ادت كتير للنادي. ادفع فيه كام؟ ادفع لك فيه يا سيدي، ممكن ادفع لك فيه 2 مليون. اظن 2 مليون مبلغ محترم جدا 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 في عم فابيانسكي. بصراحه بقى خلينا صراحه مع بعضينا. خلاص قال لك لا 3 مليون، ده بيضغط بقى، ده بيضغط، قال لي انت هتستخدمه في الاداره. لا بص يا عم، بص انا مش عبيط اصلا، 2 200 حلوه قوي على فابيانسكي من الاخر. قال لك لا اكتر من كده مفيش. يا عم انجز حالك بقى، انجز حالك بقى، انجز حالك بقى. يلا يا عم 2 600 خلص حالك. قال لك ماشي خلاص، الف مبروك. هتقول لنا يا ابني فابيانسكي بسرعه ابن النادي، ترتتتتتر ابن النادي ترتتتتر. لما نشوف مسا مسا على الناس الكويسه ابن النادي. اتفضل اتفضل حبيبي اتفضل انكل. ده انا اقول لك انكل، ده انت 37 سنه، اقعد اقعد يا راجل. بص يا سيدي، زي ما انت فاهم احنا عايزينك في الاداره عم فابيانسكي، بنكرم لعيبتنا القدام، بنحاول نلم الشمل ابطال اوروبا. طبعا انت عمرك ما كنت تحلم انك تكسب سوبر، احنا داخلين نلعب سوبر، ها واخد واخد لي بالك، بسوبر اوروبي. فدورك معانا يعني هيكون اقول له يا جماعه، اقول له روتيشن ولا اقول له يعني ما كده، ايه رايك ولا يزعل؟
قال لك هو ده معقول جدا يعني. طبعا يعني هتلعب كاراباو ممكن لو امكن هتلعب حاجه لو في فكره، بس انا عايزك مع هندرسون تفيده يا فابيانسكي. انت اسمك ايه؟ انت نسيتك. بص يا سيدي، قعد طبعا يعني عايزينك سنه، لان اكتر من كده خلاص هتتجه على الاداره. بقول لك طبعا شرط جزائي، يعني مش عايزين نضحك على حاجه. ماشي خلاص، انت اللي هتقوله عليه يا عم، انت تؤمرني. 28000 خلاص خلصانه، و82 ده اقل حاجه لابن النادي. مبروك يا عم فابيانسكي، مبروك مبروك. يلا خش غير عشان عندنا مسافرين الصين رايحين ناخد فيها الكورونا وراجعين. حبيبي عم فابيو، يلا 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 خش خش سلم على اصحابك شامبرلين جوه. طيب تاني خطواتنا في الحلقه ان احنا هنعمل كده السكواد هاب، هنخش عليه حضرتك نمسك بقى لعيب لعيب ومركز مركز ونتكلم ونقرا كومنتاتكم كده، لان الحلقه دي زي ما قلنا هنعمل اعداد للفريق بقى للسنه الجديده. طيب خليني اقرا كومنتاتكم قبل ما اخش على اللعيبه، لان بناء على برضو كلامكم هاخد من كلامكم واقرر ابيع اللعيبه دي ولا اشتري ولا اعمل. نخش على الحلقه اللي يعني بجد مش عارف اشكركم ازاي يا جماعه، التفاعل كان رهيب مع حلقه الفاينل، وتويتر كان مقلوب، عملت ريتويت لكميه ناس، تويتر كله بقى بيتكلم على دوري ابطال اوروبا اللي مش حقيقي اللي موجود في عالم فيفا بتاع موريتسيو. بجد انبهرت بجد. الانستجرام كله برضه عملنا ريبوست لكل الناس اللي عملت لنا على النهائيات، وكريم عمل لنا حركه القناه الاولى في الاحتفالات، فكانت اجواء لطيفه جدا. عملتولي كمان كومنتات لطيفه جدا جدا، هقرا بعض الكومنتات. يلا نشوف ايه اللي هيحصل. طيب يوسف رفيق كاتب: يا سري احسن كارير مود مدرب، ربنا يخليك يا عم يوسف. ارسنال بقى فريق كبير، لازم تجيب سوبر ستار زي امبابي، او مثلا تبدل سافيتش بديونج. انا شايف ان سافيتش يا جماعه لا، ده رجلي ومش هستغنى عن لاعب جاب لي بطوله اوروبا. عندي ديونج خليه في برشلونه، ممكن نروح له في يوم من الايام ما حدش عارف. بيع زها، اتفق معاك. خلي بالك بيبي 26 سنه مش 23، يعني انا بيبي افضل لاعب برضو بعد لينو، فيعني مش هنقدر نتكلم عليه يا عم يوسف. ماشي. بيقول لي بقى على راؤول خيمينيز، ايناكي ويليامز، كل ده ايضا حاجات جيده والله. وينجرز عندك بوتنشال، سانشو ممكن، سانشو دي تبقى صفقه جيده، لكن يا جماعه سانشو مش عارف يعني، ممكن يعني ممكن نعمل صفقه تبادليه كده بين سانيه وبين سانشو، دورتموند يرجع بقى ابن الالماني يرجع بلده وانا اخد الانجليزي يرجع ارسنال، ممكن تبقى صفقه جيده، ممكن فعلا نتكلم عليها. بيقول لي عندك امبابي، انا سايب امبابي يا جماعه للفريق اللي هروحه بعد كده، اكيد امبابي هيبقى ليه دور، امبابي صغير مش هينفع في الكارير مود ده عشان اريحكم. في حد بيقول لي جنابري، جنابري ايضا اوبشن كويس، يوسف بيقول لي عليه. تمام يوسف كاتب لي على لعيبه كتيره جدا هنحتاجهم لما نروح ايضا للترانسفيرز. طيب محمد احمد، لازم تخلص معاهم سري لخليفه لاكازيت، لو طارو مارتينيز واقعي ممكن، لو طارو سانتي مينا سيلتا فيجو بيوصل 85، ماشي. ماكسيميليانو جوميز فالنسيا بيصل تقييمه الى 85. عبد الرحمن محمد بيقول لي مبروك الشامبيونز ليج يا عم برغم اني برشلوني. في ناس كتير جدا يا جماعه كاتبه لي زي عبد الرحمن كده، برغم ان احنا من برشلونه وبنحب البارسا لكن فرحنا لك والله يا حبايبي. يا سري اولا لينو كبر بقى 31، لينو هيلعب، ريح نفسك، لينو 30 سنه مش 31 وهيلعب معايا لينو، وهو كابتن الفريق اصلا لحد دلوقتي ومش هيتغير. ممكن تجيب دوناروما وممكن لافونت، يعني انا شايف ان هندرسون هو بديل بصراحه يا عبد الرحمن للينو، يعني شايف ان دي فرصته لو ده اعتزل يكمل هندرسون. شيفو بيقول مش عارف ليه حاسس ان ساني مظلوم ومفيش كوره بتجيله، ممكن تديله فرصه سري. بص انا بفكر فيها يا شيفو، يعني هشوف لو لقيت اوبشن احسن من ساني، لو لقيت حد انجليزي بما اني افضل اللعيبه الانجليزيين ونعمل كده كوكبه من اللعيبه الانجليزيين في ارسنال زي زمان، ممكن اعمل كده. لكن لو ما لقيتش هسيب ساني بصراحه، لان ساني عمل الاسيست بتاع الفاينل، عمل ماتش جيد جدا في الفاينل، لازم ممكن فعلا نديله فرصه. يوسف احمد بيقول لي يا سري بكتب الكومنت للمره الثالثه بعد ما كل كومنت بيعدي ال 500 لايك، هكتب تاني. بيع زها يا سري عشان لو قعد هينزل. حاضر 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 حاضر، هبيع زها يا معلم، حاضر هينزل جامد. وبيع مونيه، هبيع مونيه، اتفق معاك تمام خلاص، كل ده احنا متفقين عليه يا جماعه من السنه اللي فاتت. بيع تريزي لو جالك عرض حلو في اريكسن بيعه، لو ما جاش خليه موسم كمان، خلي ميتلاند الباك البديل بدل الثالث، وادي نيكيتا اعاره، وقول اسمي يوسف احمد. بحبك جدا سري، وانا بحبك جدا يوسف والله، واعمل كل اللي انت قلت عليه لان انا اتفق معاك بشده. ماشي. مجد تيوب بيقول لي درب مدريد يا سري، متابعك من فلسطين، كل تحيه لكل الاهل الفلسطيني كله، وبقول لك ان شاء الله ممكن ادرب مدريد، ممكن ادرب اي حد تاني، هنشوف العروض اللي هتجيلي السنه الجايه لان دي هيكون الموسم النهائي مع ارسنال ان شاء الله. بشكر مستر موزة جدا على الكومنت اللي عامله، كومنت كبير جدا، هعمله سكرين شوت اهو قدامك يا سيدي عشان ايه
اخده معايا وابص فيه في الكومنتات. ماشي. ياسين مشنوط بيقول لي توتنهام كسبت 4 بطولات منذ تولي موريتسيو سوري اللي قادت الارسنال، بينما ارسنال كسبت 3 بطولات. بلوك بلوك على طول، ده هعمل له بلوك ده. ماشي ماشي يا ياسين. اني ثينج اي شيء بيقول يا جدعان، هو مش مفروض علي زايد واخد اجازه اسبوع، عمر زايد اللي بيصور. والله انا معاك يا اخي، والله انا معاك، ومفروض عمر زايد كان عنده عطل فني كده، لكن جاي الراجل، وهتلاقوا الفيديوهات موجوده على الفيسبوك، تابعونا هناك عشان تلاقوا فيديوهاته، وهو الراجل معانا هنا كبروديوسر الاسبوع ده. علي زايد، في حد بيقول لك سؤال، علي بيقول لك ليه ما تعملش كارير مود لوحدك وتبقى زي ارتيتا بعد ما ساب جوارديولا، وتلبس نفس الهاي كول وتعمل بقى ايه زي اللي عمله ارتيتا؟ لا المشكله ان انا الماسك مش عارف العب بلاي ستيشن. هتفضل في حقبتي يا علي. شفت بقى، انا عرفت اقعد علي زايد، ارتيتا معرفش يقعد مع جوارديولا. بس عامه فكره عجبتني وممكن نلجأ لها في الوقت اللي قدام، يعني موجوده مطروحه جدا. في كومنت لطيف بعيدا عن الانتقالات لازم اقراه برضه، انا رايي سر انك تخرج من الباب الواسع زي تريكا وتصير اليكس فيرجسون، بعد ما حققوا بطوله كبيره سابوا النادي والناس فضلت فاكراهم، فانت تروح نادي كبير برضه زي برشلونه او باريس تعمل هناك كارير جديد، صح ولا ايه؟ يعني بص، انا قعدت افكر كتير امشي في مجدي ولا ايه، لكن انا عايز احقق دوري انجليزي، لان انا مش هقدر ادرب فرقه في انجلترا تاني، فقد تكون نهايتي في الدوري الانجليزي فيفا 20، فلازم حققت ان شاء الله لقب الدوري، ده اللي انا بهتف ليه السنه دي. غير كده بعد كده السنه الجايه اكيد هيبقى فيه تحدي جديد، وان شاء الله ما تاخدش وقت، هم مثلا بتاع 7-8 حلقات وهتعدي. طيب انا قريت كومنتات كتيره جدا، وعامه انا قريتها كلها لوحدي، وفي اتفاقيات هقول لكم عليها دلوقتي. طيب حراس المرمى متفقين، عندنا هندرسون هو المستقبل، لينو هو الحاضر، وفابيانسكي هو الماضي. يعني شوفوا عامل لكم ميكس ازاي، ثلاثه كويسين جدا، ثلاثه يؤدوا الغرض جدا، كل واحد عارف دوره كويس قوي. نيجي بعد كده عندنا تشيلويل. تشيلويل بنتكلم ان الراجل ممتاز، هو وترني شايف ان مفيش خلاف عليهم، واحد 84 25 اسكتلندي، واحد انجليزي 86 25 سنه ممتازين، حتى بولا موجود كيعني باك ليفت ثالث، يقعد على فكره بولا مش هتضايق منه، هخليه يقعد موجود كبديل ثالث، يعني اوبا مكانه وامتيتي الاساسيين، اتنين فرنسيين في قلب الدفاع عاملين كده ميكس بقى زي ايام زمان الاتنين الفرنساويين لما يقفوا كده يعملوا ميكس كابل، حاجه رائعه حاجه رائعه، وعملوا موسم خيالي. المستقبل والحاضر امتيتي، شوف شوف الدنيا منظمه عندي ازاي، عندي ميدلي موجود بديل طبعا، يعني لا وجود لاولو هيمشي، اولو بيعه بقى اولو ده ولا ايه، نطلعه اعاره يمكن ليه مستقبل مع مدرب غيري، خلاص خليه يطلع اعاره. مارفابونس موجود كبديل، بالارد لا بالارد ده برضه يطلع اعاره، انت متباع اصلا، ماشي امشي. تومايوسو موجود، تومايوسو عامل اداء مش جيد قوي، كاتبين الفورم باد، لكن تومايوسو هايل 23 سنه، هذا الياباني المتميز، وكمان الواد بيلعب باك رايت يعني ممكن احتاجه. سليبا موجود ايضا مدافع هايل، هو وهولدنج وتومايوسو، انا شايف يا جماعه ان انا مش محتاج حد تاني، عندي 2 بدلة 80، وعندي 1 79، وعندي 1 75، فانا شايف ان دول حتى دلوقتي تمام. قول لي رايك لو شايف ان انا محتاج اجيب حد اضافه. مونيه انا شايف ان هو خلاص هيمشي، الراجل 30 سنه 81 هيقل جدا، شكرا مونيه، عمل اللي عليه واكتر، وكسب معانا بطوله اوروبا واتنين كاس، فهو عمل حاجه انجاز، ما عملوش باكرايتات كتير قوي في ارسنال. توتو يا اخي بقى، يا اخي بقى توتو، والله تصدق توتو حلو، يعني انا ظالم الواد توتو ده، بس توتو يطلع اعاره. اوكي لا بلاش ترانسفير ليست، حرام نوديه اعاره، فين الاعاره يا جماعه؟ ريموف ترانسفير، وديه بقى مالكش اعاره، ايه يا تمشي يا لا، ماشي امشي 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 يا توتو، خلاص بلاش. تشامبرز، تشامبرز خلاص يا جماعه، جويننج ريال بيتيس اول ما موسم الانتقالات يفتح، يعني مفهوم جدا الراجل قرر ان هو يشق طريقه زي سانشو بقى ويروح اسبانيا، ماشي. بيلرين وميتلاند هم الاساسيين، بيلرين الاساسي راجل 27 سنه بيوصل لذروه عمره، راجل عامل موسم خيالي 85، انا شايف ان هو هايل. معاه ميتلاند الانجليزي المستقبل 82 جبار. وتوريرا عندنا في نص الملعب لا خلاف عليه طبعا، مش هتكلم اكتر من كده. شيف ده انا يعني عايز امشيه، ماشي لون ليست اوكي. ساكا موجود هيفضل موجود معانا، زها سلام يا زها 83، روح لك بقى فرقه باريس، ولا روح لك فرقه تلعب فيها وتكمل بقيه عمرك، شكرا ليك جدا يا زها، بس انت فاهم العلاقه توترت في الاخر ازاي، شوف لك فرقه تانية واتقبل منك عروض محترمه لانك لاعب كبير. تشامبرلين ابن النادي موجود ويقدم اداءات جيده جدا في نص الملعب وكباك رايت بديل ثالث. ويلوك موجود في نص الملعب برضه، هخليه يلعب يعني في الكاراباو كاب والماتشات دي، بيملى جيد جدا وبياخد خبره من اللعيبه الكبار. سافيتش
لا خلاف عليه. تيليمانز متضايق انا عارف، لكن هخليه السنه دي هيبقى ليه دور اكبر، كل سنه بيزيد دوره. انا متفاهم ان السنه اللي فاتت متضايق شويه، لكن هيقعد. جواندو ابني ده اللاعب اللي هفضل اشتريه كل ما اروح اي فرقه، ايه رايك؟ ده اللاعب اللي هيفضل معايا في اي فريق اروحه. 86 23 سنه، بسم الله ما شاء الله، خمسه وخميسه في عين اللي ما يصلي على النبي يا شيخ. إريكسون، إريكسون في كلام، ابيعه ولا لا؟ سيبولي في الكومنتات حددوا بقى يا جماعه. انا بقول لكم اهو على حاجات انا عايز اعرف رايكم فيها. إريكسون ابيعه ولا لا؟ اجيب مدافع ولا لا؟ احفظ الاسئله دي ورد عليا لو سمحت. بيرتون روح اعاره او روح امشي خالص. ماشي. بيبي حبيب قلبي هيكمل طبعا معايا. تريزي ايضا عليه كلام. انا تريزي يا جماعه حاسس ان انا ظلمه، حاسس ان صعب بيلعب معايا. راجل 80 داخل على 80 ريتنج، اخليه ولا لا؟ برضو سيبولي. يعني انا هبقى شويه في الكلام ده يا جماعه، هبقى شويه على اللعيبه دي، هشوف رايكم في الحلقه الجايه ابيعه ولا لا. في ناس بتقول لي ابيعه، في ناس لا، فاتفقوا وقولوا لي. رودريجو اكيد مكمل معانا. ساني نفس المشكله. ساني انا بفكر اجيب سانشو يا جماعه بدل ساني والعبه على الشمال، بحيث ان هو انا لاعبي احسن كده، ان انا بضم لجوه وبشوط زي بيبي يفوق معايا اكتر، ولا ابقى على سنة كمان بحيث ان هو كاتب لي ده واحد من الولد بيست، يعني فاهم، اقوى من ليفت وينجرز في العالم كله. سميثرو موجود لكن هيطلع اعارة، يعني حاجة لا تغردني بالمرة. نيلسون بعد ضياع الموسم اللي فات، والموسم طبعا انتهى له بدري بيرجع معانا، واضافة جيدة. الراجل 80 يا جماعة، 22 سنة، انجليزي، هايل. نيكيتا هطلعه اعارة لان اللاعب ده مظلوم، هو اصلا على اعارة ومحدش جاله. اوكي. مارتينيلي هيكمل معانا، هو البديل الثالث. لاكازيت هيمشي للأسف للأسف للأسف. حققت اللي هو عايزه، الكابيتان ورفع دوري الابطال، لكن خلاص. يوفيتش هو المستقبل، يوفيتش هو ايضا الحاضر، يوفيتش هو كل حاجه. الراجل 90 يا جماعه، 24 سنه، عايز له حد يقعد معاه بديل يتقبل الفكره. لاكازيت انا كنت عاجبني فكره ان هو كبير ويقعد دكه وبتاع، لكن خلص. يعني شفناه في ماتش توتنهام ضيع مننا الكرباو، وناس ضيع مننا الاي في كاب، انا اسف، وناس قالت لي انت السبب، انت اللي نويت تكرمه وخليت يوفيتش ما يلعبش، والكوره ما فيهاش كده. وفعلا انا دايما هفضل يوفيتش في اي مرحله من المراحل دلوقتي. انا اسف يا لاكازيت، قدم سنين جميله لكن كل حاجه بتنتهي عند العمر ال 31 سنه. سلام لاكازيت. ماشي، نرجع بقى ونشوف ايه اللي هيحصل في ماتش، اول ماتش نلعبه، ونرجع نشوف بعض الانتقالات هيحصل فيها ايه بعد ما نشوف اتلتيكو مدريد عايزه مننا ايه. ندخل في اول مبارياتنا مع اتلتيكو مدريد. ماتشات بتبقى حلوه، ماتشات بيبقى فيها متعه كبيره، ماتشات بيبقى ماتشات كبيره، لكن اللعيبه بتبقى بدله. يعني بحكم بقى ان اللعيبه دلوقتي في كاس العالم يا جماعه، انا عندي لعيبه كتير جدا ماشيه، اولهم تريزيجيه النجم المصري مع مصر في كاس العالم، وهنبقى نشوف برضو اخبار كاس العالم واحنا ماشيين. لكن تعالوا نشوف اتلتيكو مدريد هتلاعبنا مين. مجموعتنا مش سهله، فيها ريال وفيها اتلتيكو زي ما قلت لكم. حلو حلو ان اللعيبه تبتدي تلعب ايضا مع مدرسه اسبانيه جديده، مدرسه دفاعيه زي اتلتيكو. اظن ان برضه عندهم غيابات كتيره جدا، اولها جو فيليكس اكيد مع منتخب البرتغال، اكيد كل اللعيبه بتاعتهم موجوده. لكن حلو، فابيانسكي هو هنشوفه، هنختبره النهارده، الحارس الاسطوري لنادي ارسنال اوسخ ايام معاه. لكن حلو حلو ان هو يرجع معانا، ودي تشكيلتي يا جماعه. النهارده بلعب بكل البودله، ميتلاند وسليبا وهولدنج وترني وجواندو وتيليمانز ونيلسون ورودريجو ونيكيتا ومارتينيلي، اتنين مهاجمين قدام. اتلتيكو بقى هنتعرف عليهم واحنا ماشيين في الماتش. يا ساتر، الصين فيها دبان ولا ايه؟ يلا يا ميتلاند، يلا السنه دي بتاعتك يا ميتلاند. ها لا 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 لا، خلي بالك خلي بالك، عندهم لعيبه. توماس بارتي هو ما راحش حته، شكل غانا ما تاهلتش كاس العالم موجود. يلا رودري، يلا رودري يا ابن اللعيبه، حلوه قوي، حلوه يا اولاد قوي. ده شغل ابطال اوروبا، ده شغل ابطال اوروبا ده. اوبا، بوم يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه. مارتينيلي يا جماعه، مارتينيلي عايز ايه السنه دي؟ مارتينيلي مش عايز يعدي السنه دي على خير. استنوا الواد ده يا جماعه، السنه دي الواد ده هيبقى مشكله. بص الجون يا جماعه، بص الجون، ما بيفرقش مع حد، ما بيفرقش مع حد، ما بيفرقش مع حد. بص بشماله، الواد بيلعب بشماله ويمينه طرش. قال له خد يلا، دي واحده من ابطال اوروبا. جامد جامد. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، عايزك تشوفكم، عايز اشوف مين هيلعب. بولسن يا جماعه بيلعب معاهم تقريبا، ده بولسن بتاع لايبزيج، راح اتلتيكو ولا ايه؟ اه هو تقريبا ابو بوني تيل هو. اه ليه ما
ونيمار بيلعب، دول نازلين لي بالاساس يا ريس، دول بيلعبوا فول تيم يا ريس. وسع وسع ودي بارتو يا ابن اللعيبه، روح يلا روح يا ابن الشجاع روح. بوم يا راجل اللي تحت طبعا. وكوكي بيلعب، ايه يا عم في ايه يا سيميوني يا عم في ايه بقى يا ابني يا ابني. حلو يالا فابيانسكو جامد، فابيانسكو شال الانفرادة. روح يا نيلسون روح يا نيلسون بقى، اتعلم من بيبي بقى. توماس بارتي خوان بيرنات، هو ده هو ده يا اولاد هايلين. ارسنال في الهجوم، فين يا جماعه فين يا جماعه، خش على الكره جوه. صح قوي صح قوي يا حلو حلو يا مارتينيلي حلو. يلا تاني تاني كوكي كوبازيتش توماس بارتي بولسون، هاتوا جواندو هاتوا جواندو. اقفل عليه صح قوي يا تيرنو، هو ده هايل يا ابني. بص وداه كمان يا ابن اللعيبه، روح بقى روح يا نيلسون روح. ايه ده على كورتك، ايه ده على كورتك، ايه يا ابن اللعيبه. بوم الواد ده كويس، الواد ده برضه السنه دي يا جماعه الناشئين عايزين يعملوا حاجه احسن رجاله. تتقى على نفسهم. بص بص الواد يا جماعه مهاري، بس الواد عنده جراءه برضه، هو ومارتينيلي عندهم حاجه والله العظيم. انا بالنسبه لي هو ده بديل بيبي يا جماعه، يعني هو ده البديل بالنسبه لي لبيبي بصراحه. اذا عوده للمباراه مشاهدينا الكرام، والنتيجه الان هدفين مقابل لا شيء. كوكي صح يلا ترمي، هايل 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 يا ابني. تيليمانس يا ابني من عند ارسنال، اتلتيكو مدريد يهاجم في هذه اللحظات. بولسون حتى الفرصه في هذه اللحظات، هاتوا 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 جواندو. والله هايل يا فابيانسك والله هايل يا فابيانسك. بصوا فابيانسك يا جماعه، بصوا فابيانسكي بيشيل واحده خطيره، خبره حارس خبره. اوعى الله على اعتراض التسديده يا ولد يا ولد يا رودريجو يا ولد. بس بص الواد سايدي ساي جامد برضه، ماشي احسن رجال احسن رجال. يلا زي ما احنا يا ولاد زي ما احنا بدون تغييرات، العب العب كده، هنغير بعد شويه. قوم كل الدكه تسخن، كل الدكه تسخن. قوة هذه البطولات التحضيرية هي أن تحضر هذه الفرق المسابقات الرسمية بهدوء، يحافظون على الكرة. شوف الاستحواذ، شوف بناء الهجمة. حلوة سليبة حلوة سليبة تاني. خلي بالك اقفل اقفل يا هندي، اقفل عليه اقفل عليه. صح على طول، هو ده العب تاني، هو ده على طول خش يا اخي. الجوه بقى الجوه حلوه يا نيكيتا حلوه. قرر خصما بشكل ممتاز، ترك لهم الاستحواذ والسيطره واستغل بعد ذلك المساحات ويلعب على المرتدات. توماس بارتي خوان بيرنات بتروح الكره من لاعب يا ولد يا نيلسون يا ولد. بص بص سرعته، بص الواد ده خطير يا جماعه، بص الواد ده خطير هايل. يلا نيكيتيا يا ابن اللعيبه والله معلش والله معلش، هتطلع عارة هتكسر الدنيا معلش، صعبان عليا. ويبدو بانه ضمن بهذه النتيجة الفوز في المباراة. بس الواد بس مش معمول له جيم فيس، مضايقني. والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. ارسنال يهاجم هايل بشكل جميل، لكن مرت بدون خطوره يا ابن اللعيبه نيلسون.
جيد هساي. الان بدا الفريق يلعب على طريقه بس 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 صح جدا. بدل بدل يلا يلا هنعمل تبديلات كتير. بدلنا يا جماعه بتاع 4-5 لعيبه مطلوب مطلوب يعني. بص 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 بقى بص سيميوني بيتكلم مع كوفاتيتش وبتاع يقول له ينفع كده ثلاثه ثلاثه. يلا اطلع اطلع اطلع. ارسنال يجري التبديل في هذه اللحظات دور البديل. احسن رجاله احسن رجاله. نزلت ويلوك ونزلت تشامبرلين ونزلت مين تاني هنشوف مع ومين تاني يا اخواننا مش فاكر. بس عملت تبديلات يعني ونزلت ساكا صحيح. يا ولد يا ويلوك. بص ويلوك يا جماعه عنده اللمسه عنده اللمسه والله. بيقولوا كمان بيشوط حلو لما نشوف. مره اخرى مع اتلتيكو مدريد ممكن محاوله مرتده خاطفه الان هيكتور هيريرا. يا ولد يا قاري يا ولد يا قاري. الواد ترني عايز يلعب اساسي يا جماعه. الواد ترني بيحرجم على مركز الاساسي. حلو يا ساكا حلو يا ساكا. روح يا ابو ساكا روح ابو سكسك روح ابو سكسك. يا الله تغيير الان في تشكيله اتلتيكو. اي 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 بص بص الحديفه بقى. يلا يا ولد مجهود حقيقه اعطاء مزيد من الحيويه محاوله ارهاق الخصم اكثر بلاعب من على دكه البدلاء. مين ده مين اللي نزل ده يا جماعه؟ سيميوني بيزعق ازاي يا جماعه؟ في ايه في يا جماعه؟ لا يمكن ان يعود الفريق الخاسر في هذه اللحظات المتبقيه من المباراه. عند الامكانيه يا راجل هناك هناك. يلا اولاد يلا اولاد ما تمسكهمش كوره ما تمسكهمش كوره. يتقدم فيها يا ولد يا ويلوك يا ولد. ويلوك رايق قوي يا جماعه. ويلوك رايق رايق خالص. حلوه يالا حلوه. ركنيه باتجاه المنطقه جدع يالا. احسن ولاد والله هايلين والله هايلين. خلص يا ويلوك. جون ممتع. دي مش كورة دي مزيكا. برافو يا ولاد برافو. ثقة ثقة ثقة. شوف الثقة اللي ليفربول خدتها في الحقيقة بعد دوري الأبطال النهاردة. اللعيبة بص حاسة بالثقة دي. أتلتيكو مدريد أربعة بالناشئين وبالبدلة. هاي يا ولد هاي لسه بشكر فيه. رايق قوي ولمسته حلوة قوي. تمر اللحظات الأخيرة من المباراة والمباراة حسمت ومن الصعب بأن يحمل الوقت المتبقي. هارد لك يا عم سيميوني هارد لك. أداء كبير من اللاعبين رغبة كبيرة في تحقيق. معلش يا عم سيميو معلش معلش. الله يبارك فيك على دوري الأبطال. شكرا شكرا. رجعنا بعد الماتش اللي فزنا بيه نشوف الانتقالات وأخبار الانتقالات. باريس عرض عرض على بليرين بمبلغ 55 مليون. يعني انا ما كنتش عايز ابيعه لكن يعني يعني مش عارف يعني موضوع مغري بصراحة. هل ابيعه اجيب وان بيساكا؟ ده كلام ممكن نتكلم فيه. طيب خلينا نشوف لو عرفنا نبيعه بمبلغ اكبر من ده ممكن نتفاوض معه. تعالوا انا عملت اكسبت. يا نهار اسود اقسم بالله ما قصدي. شوف اقسم بالله ما قصدي. يا لهو عليا وعلى سنين. انت عايز 60 مليون يا رب ما يتفقش معهم بليرين. خلينا نشوف الكارثه اللي عملناها. وافقنا على عرض عرض اكيد مغري لكن انا فعلا والله العظيم كنت داخل اتكلم في مبلغ 60 مليون على الاقل عشان اوافق. لكن لو جه هيبقى قدر ربنا. لو جه ممكن نفاوض وان بيساكا اللاعب الانجليزي ونبني الكور الانجليزي اللي احنا عايزين نبنيه اكتر واكتر. تريزيجيه لفيورنتينا لا يعني مش هنعيد قصه محمد صلاح تاني. تريزيجيه شايفه ممكن يروح حته في الدوري الانجليزي لو هنبيعه وده قرار هنستنى فيه للحلقه اللي جايه. ريجكت اوفر مش هبيعه لايطاليا لفيورنتينا حاسه يروح فرقه افضل من كده. لكن خلينا نشوف الماتش هيحصل فيه ايه في السيميليشن ونرجع نبص بص على الانتقالات مره اخرى.
دي تشكيلتنا اللي هنعمل بيها سيميليشن يا جماعه لتاني ماتشاتنا ضد الفريق الصيني. فريق سهل المفروض نكسبه بكل حماس وبكل فزلكه. رودريجو وساكا هو ده الفرق بلعب رودريجو يمين وساكا شمال، نيكيتا ومارتينيلي قدام، ويلوك وشامبرلين في النص، تيرني تمايوسو موجود، هولدنج ميتلاند وفابيانسكي في حراسه المرمى كقائد للفريق. ستو وينج الصيني. اوكي يلا بينا. ولا ده فريق استرالي ولا ايه؟ مش عارف. ها يا اولاد 2-0 شغال، ونيكيتا اتصاب. حلو قوي، اللي ياخد نيكيتا ياخده بقى يعالجه بقى على طول. تومايوسو جاب جون عشان يرجع يقول لي يا بابا عايز العب معاك يا بابا، ورودريجو يحط هدف، شيء جميل. كده تاهلنا من المجموعه، فاضل لنا ماتش ضد ريال مدريد هنلعبه شرفي بقى ولا نشوف هنعمل فيه ايه. خلينا ايضا نبص الدنيا بتقول ايه. لاكازيتي يجي له العروض. اوه والله العظيم قمه الواقعيه هذا الكارير مود. اتلتيكو مدريد بتعرض مبلغ جبار في لاكازيت، 43 مليون يورو معروضين على لاعب عنده 31 سنه، يدل قد ايه ان اللاعب ده كبير. الراجل ده يا جماعه جايب 20 جون السنه اللي فاتت، هنخسر قامه كبيره لكن لازم نعوضه بحد جامد. لكن خلينا نقول لاكازيت نتفاوض مع الفريق ده ونعمل بالراحه كده، هم عارضين 43، تعالوا نحاول معاهم لحد 50 مليون. مساء الخير، مساء الخير عم سيميوني. والله انا لسه طبعا يعني مقابلك في الماتش وكانت فرصه جيده. انت قلت لي عايز تتكلم، قول لي عايزني في ايه. انت جاي لي عشان لاكازيت؟ قول لي. طيب بما انه بيقول لي يعني بما ان احنا مع بعض في الصين وبتاع سهرانين مع بعضينا، عايزين الواد لاكازيت، انا محتاجه في الفريق خبره يضيف لي كتير قوي. بص اقول لك على حاجه، لاكازيت انا بصراحه عشان ابيعه، انت ده لاعب متجرب في الدوري الانجليزي يا سيميوني، 50 مليون انا شايف انها مبلغ محترم جدا على لاكازيت، وساعتها اتفاوض معاك. قال لي 9-46، مش هنزل الحقيقه. انا كده ما رفضت. انا ليه عملت كده؟ انا ليه بعمل كده في الانتقالات؟ مش عارف خلاص يعني. والله العظيم انا كنت قصدي ان هو يعني انتوا فاهميني صح، ماشي مش مشكله. ادي عرض اخر لزاها من ليفركوزن، برضه عرض ممكن يكون واقعي لباير ليفركوزن، فريق بيلعب في الشامبيونز ليج، فريق عايز حد زي زاها بسن 29 سنه. ممكن تمام. 30 مليون هم عارضين 26، انا اسف اخش اعرض عليهم على طول اقول لهم مش هبيع اقل مثلا من 35، ده كان جاي لي في 40 السنه اللي فاتت. ده مساء الخير. ايوه زاها انا مش هبيعه اقل من 35. اعرض كام يا جماعه؟ اعرض كام؟ استنى اعرض 39 مليون. يلا بقى 39 مليون، انا شايف ان ده عرض افضل. قال لك لا 28 مليون ده عرض افضل. لا بقول لك ايه، ما ها 37. اه ايه رايك بقى؟ قال لك لا مش هدفع فيه مليم زياده. خلاص براحتك يا باشا، انا هقول لك على اخر اوفر عندي، ومن الاخر بقى عشان نتفق او نختلف 35 اخر، اقسم بالله ما هفتح بقي تاني. ها يا باشا غور في داية غور. يلا مفيش حد هيمشي من هنا. هنكمل سيميليشن على ماتش ريال مدريد بما ان احنا ضمننا التأهل يا جماعة، وهنلعب اكيد ضد ريال مدريد لان ريال مدريد متأهلة وهتوصل معايا فاينل، لشيء انا متوقعه. خلينا نشوف الشباب هيعملوا ايه مع وجود يوفيتش بدل نيكيتا اللي اتصاب لمدة 8 ايام، نيلسون يعود، تيليمانز يعود، تيرني وميتلاند على الاطراف، ساليبا وهولدنج ورا، وفابيانسكي قائد الفريق موجود. يلا بينا تعالوا نشوف هيعملوا ايه قدام البلانكوس ريال مدريد. يلا مدريد كسبت 4-3 اتلتيكو، انا كسبت 4 اتلتيكو عادي 1-1. حلو قوي قوي قوي، انا متفوق فرق اجوان. الواد هازارد لازم يجيب فينا جون. تعالوا نشوف تشكيله مدريد كانت عامله ايه. سكرينار، داني روز، سيبايوس، اوسكار يا جماعه رجع من الصين جابوه، فيدالجو ده مش بتاع مدرب مانويل جوزيه باين، ده المساعد، فاسكيز، هازارد، لونين، كوناتي، يولنت، يعني عندهم لعيبه كتير، واكيد كل دول غير اللعيبه اللي راحت كاس العالم. ماشي اتباع. خلاص كده بليرين يا جماعه للاسف اتباع في صفقه، يعني هتحس ان الحقيقه هو ضغط على النادي بقى الظاهر. بليرين عايز اروح باريس، جاي له عرض مغري جدا. هيكتور بيمشي من النادي خلاص، محتاجين باك رايت ضروري. انا هميل اكيد للباك رايت اللي انتوا كلكم قلتوا لي عليه 100 مره، وهو ارون وان بيساكا. خش حاول فيه دلوقتي. لكن تعالوا نشوف عرض تريزيجيه. بروسيا مانش جلدباخ عارضين عرض على تريزيجيه بمبلغ 13 مليون، انا اسف هرفض هذا العرض ايضا، هرفض هذا العرض ايضا لحد ما اللعيبه تقول لي هنعمل مع تريزي ايه. هنبيع اللعيبه اللي احنا عارفين ان احنا متفقين عليها الاول. سريعا تعالوا بقى نشوف وان بيساكا بيقول ايه. ادي وان بيساكا الراجل محترف في ريال مدريد بقى بره انجلترا. اوف 87 يا جماعه، 24 سنه، انجليزي، في كل الصفات اللي انا عايزها في اللعيبه بتاعتي، هيبقى اضافه كبيره قوي وهيعلم ميتلاند كتير قوي. تعالوا يا جماعه نتكلم معاه، تعالوا نحاول نتكلم معاه. تعالوا
تعال يا عم زيزو تعال اقنعك لما نشوف وان بيساكا هيخدع يونايتد ويجي انجلترا تاني ولا ايه. كوم سي فاتوال كاسكو تشوفي زيزو اهلا بيك والله. طبعا بتتكلم يعني عربي انت جزائري لسه عامل قصتك في ارزع ويعني ما عارفين اللي فيه يا عم زيزو. قول لي بقى بص يا سيدي انتوا نادي بسم الله ما شاء الله مش محتاجين حاجه، انا عايز وان بيساكا هدفع لك فيه مبلغ محترم، هدفع لك فيه 50 مليون جنيه مين يورو يا زيدان معلش. ايه رايك قال لك يا لهوي كم كتير والله ده كتير يا زيدان كتير على وكمان 5% ماشي. اقول لك على حاجه انا ازود لك ال 5% دي حاجه تبقى ايه لوز اللوز بص نعملها 10 ايه رايك واقوم عامل لك كده 8 يعني 90 مليون في وان بيساكا ليه يا راجل نقول 60 مليون خلاص. انا لسه والله العظيم بايع بالريم ب 55 ما انت عارف الدنيا يا عم زيدان وشايف اللي بيحصل في البلد ايه بقى. قال لك لا 98 طب اهدى بس اهدى عليه 65 مليون الكلام ده ما بيطلعش بره. قال لك هنفكر فيها ونرد عليك. هيرد عليا يقول لي لا يا سخافتك يا سخافتك. طيب بما ان احنا مزنوقين يعني خلاص نبص بايضا نظره اخرى على الرايت باكس. سيبوا لي تحت في الكومنتات لو فشلنا في الحلقه دي ان زيدان يرفض عرض وان بيساكا. خلونا نخش على ماتش اليوفي وتاني ماتشاتنا في البطوله الوديه في السيمي فاينل ونشوف اليوفي هتنزل لنا بمين وانا خطتي هتبقى عامله ازاي ونخش على الماتش. يلا اولاد يلا اولاد مباراه سيمي فاينل بطوله وديه العبوا العب مع مدرسه جديده افهم الايطاليين بيفكروا ازاي. ما قابلناش غير نابولي نلاعب اليوفي النهارده السيده العجوز وموريتسيو ساري ونعرفه مين الموريتسيو الحقيقي. ادي البيامنتو كالتشيو بقى جمهور الصينيين بيحبوه جدا شايفين جمهور كتير اللبس البينك بتاعهم الشهير في فيفا. ريال مدريد الناحيه الثانيه هي وباريس هنشوف بقى بليرين هيلاعبنا الناحيه الثانيه ولا لا في الفاينل ولا ايه تبقى مشكله يعني ايه استغلوا تقارب المسافات. قال لك هاتوا على طول في طياره واحده يبقى خصمنا طياره انجلترا دي وجبناه من هنا على طول ماشي العب بلعبه. النهارده رودريجو النهارده موجود يوفيتش موجود مارتينيز موجود التشكيله اللي انا لعبت بيها في اغلبيه الماتشات البطوله الوديه اهي ومعانا وودمان فريدي وودمان لقيته موجود تقريبا علي زايد صعده من الناشئين النهارده لقيت فابيانسكي بيتعب يعني عمري شفت جون بيتعب للنص وهو يعني حاجه غريبه لكن النهارده وودمان موجود في حراسه المرمى وهو ده الحاجه البديله يعني. هنعرف ده رونالدو بيلعب يا جماعه رونالدو ما راحش كاس العالم مع البرتغال يا نهار ابيض على الزمن يا نهار ابيض يا دون على الزمن ايه ده؟ ايه ده؟ ده بقى ايه المدربين دول؟ انا اخدك والله اقعدك على الدكه حتى لو انت مش قادر تدي. ولا يوفيتش يوفيتش رمز يا جماعه موجود اهو النهارده اهو رمز اهو يا نهار ابيض الحق الحق رونالدو الحق رونالدو. بص يا جماعه رونالدو برضه بطء جدا 2022 رونالدو كبير في السن لكن خطر. لا بص 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 بيلعب بالكعوب ازاي؟ رمزي ايه ده فرقه عواجيز دي ولا ايه؟ العب يا رامبو يا رامبو رامبو عرضيه الى رونالدو عرضيه ممتازه ولكن بدون عنوان بعد حلوه نيلسون افتح له يا راجل بص الخبره بقى كيران تيرني حلوه مرته حلوه مرته يا شجاع ماذا سيفعل الان كره في مكان خطير حلوه بتعمل ايه بتعمل ايه يا راجل يا راجل رونالدو بيلعب على الواقف يا جماعه خالص اديله تاني خلص يا يوفيتش خلص خلص كما خلص في نهائي دوري ابطال اوروبا اوه مكارينا 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 اللي سمالي اللي مكارينا اللي سمالي اللي مكارينا اوه مكارينا بص الواد قدام الجون يا جماعه ما كان فيها فرصه لحارس المرمى يعني واد حريف ارسنال يتقدم في النتيجه احسن ولاد يلا فريق كبار يا جماعه لعبوهم بسرعه هيبوظوا منكم والله ما تمسكهمش كوره بقى قلنا ده لويس سواريز يا جماعه يا نهار ابيض دي فرقه عواجيز جدا كلهم كده لويس سواريز وسيرجي روبرتو ورونالدو وبتاع وامري تشان ورمزي السيده العجوز فعلا يا علي صح ده منطق برضه
وكارفخال فين بوفون؟ صح اجوان نوريهم الشباب بقى. بص السرعات يا رودريجو، بص السرعات، الفرق بقى ادي واحده كده هوب كده. يلا يا مارتو، يلا يا مارتو، يلا يا مارتو، اختطفهم يا مارتو، اختطفهم يا مارتو، خطفهم مارتو، شاط مارتو، لكن الخبره مش مع مارتو. رونالدو، رونالدو العصبيه، بص العصبيه في اللقطه السابقه والان هي يوفيتش يا خطير معاه، معاه جواندو ماتيا دي تشيليو. لا دي تشيليو على نفسه، اضغط يا سيرجيو روبرتو، ارون رامزي، فرصه الان وصلت لكريستيانو رونالدو. ما يشوطش، ما يشوطش، ما يشوطش. ايه ده من سؤال زي ده؟ صح يا لاوي، صح يا لاوي. اللاعب يتدخل في منطقه الجزاء ويستعيد الكره بدون ارتكاب خطا. ارقام ارسنال يا ولد يا يوفيتش، يا فاول. ايه ده؟ فاول طبعا. المهم النتيجه، السيطره ليست لها فائده اذا لم تساعد الفريق على الفوز. احيانا يكون الاستحواذ عائق امام الفوز. ومن الذكاء، روح يا يوفيتش، روح. خلص هيا دي، يلا بلدوزر، بلدوزر، بص البلدوزر، بوم. هيوحشني الحكم يشير الى اضافه 3 دقائق وبدا ضايع. ماتيا دي تشيليو، سيرجيو روبرتو، يختي قفل. صح قوي، صح يا وودمان، هايل. يلا 45 دقيقة مثالية، تقدم رائع في النتيجة. زي ما احنا شباب، زي ما احنا، زي ما احنا نلعب بالراحة ونتعلم من غلطاتنا. تعبان اليوفي، تعبان اليوفي، العب. امريكان سواريز، اوبا يا لهوي، حلوه يا وودمان، واد وودمان والله العظيم حلو. يا ولد، يا ولد، روح يا متل، اخطف، روح. خلص سايد، معلش معلش. يلا يلا يلا، يلا. طلع طلع طلع، بس عملها، بص الدقرم ازاي عملها، الدقرم ازاي، دقرم دقرم. ماشي يا عم رونالدو، ماشي ماشي يا عم رونالدو، ادي. يلا اولاد، يلا اولاد، العب كوره، افتح. يلا رودري، يلا رودري، خش خلص يا ولد. احسن احسن احسن، ممتاز. توقع الكره، شوف الكره يستعيدها لفريق يا ولد. يا راجل بقى، ايه الدلع ده؟ ايه رودريجو ده؟ ولم يعاني في هذه الكره. سأكون معكم إن شاء الله في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لتغطية لقاء فريق الجانرز أرسنال الذي سيقابل ليستر سيتي خارج ملعبه. ننتظر بأن تكون هذه المباراة الممتعة. روح جواندو، جواندو. لا لا لا، إنها سنتك يا ولد، إنها سنتك أيها الفتى، أيها الفتى، إني أقول لك إنها تبدو سنتك. ابني، ابني جاب جول يا ولد. الواد ده بقى بينضم بجوه بشكل غير طبيعي. خلي بالكم يا جماعه، انا لما بنزل جواندوزي بنزله في مركز توريرا، اللي هو توريرا عمره ما بيظهر قدام كده، بل بالعكس جواندو بيعرف ينطلق لقدام بشكل رهيب، وبقى بيضيف جامد اخر جونين اللي في باريس، وبيجيب. لا لا لا، ابني ابني ده كفاني يا جماعه، ايه الفريق العجيب ده؟ مش ممكن.
كافاني تلاقيه مثلا عنده 37 سنه. ايه ده؟ حاجه غريبه والله العظيم. فريق اليوفي ده لا، فوقع قدام فريق شباب خطر قوي، وقع قدام فريق شباب ما بيهرقش. المباراه تدخل الان في الثلث الاخير. الاخبار، كل الاخبار تؤكد بان البلوز تشيلسي نجح في ضم لاعب جديد. اوه، لو تارو مارتينيز يا جماعه اللي بيكلمني بس عشان يهدوا، مارتينيز مضى مع تشيلسي وعشان ما حدش يقول لي امضي معاه، خلاص راحت تمام. الخواتيم والاخبار مؤكده. العب تاني احسن ولاد، عاملين مباراه اقسم بالله هايله هايله. ايه ده؟ 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 لا لا، دي مش كوره دي يا اخوانا، دي مزيكا دي اكيد. ايه ده؟ العب. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، لو وصلت حلوه قوي. تشتيت من حارس المرمى، جواندو خلص الكره، يبعد الخطوره عن المرمى. ماتيا دي تشيليو، امريكان، ايدينسون كافاني، سيرجيو بوسكيتس، خلاص يا جماعه قفلوا، خلاص 5 دقايق ماتشنا ماتشنا، ما يدخلوش جول ملوش لازمه. العب. ارون رامزي اقفل. هايل يا وودمان، وودمان يا جماعه في الحسابات، مش عارف اعمل ايه لكن وودمان هايل. تمريره سيئه تذهب للفريق الخصم. امريكان اوه حلوه، هولدنج. روح 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 روح، اجري اسبقه، خلص. يلا شامبرلين ينزل دقيقة. ارسنال يجري التبديل في هذه اللحظات، محاولة لتغيير الأداء وضخ دماء شديدة في أرضية الملعب. مزيد من الحماس راح تشوف النشاط والتكتيك المختلف في صفوف الفريق. لا جديد، الله على الكرة، على المهارة، على دقة غير العادية. للفاينل، بطولة ودية لكن احنا بنكسب اي بطولة. خلي بالك من كورونا يا ولد، خلي بالك. الحلم الان اصبح قريبا اكثر من اي وقت مضى. لعب واحدة من افضل مبارياته بالتاكيد. هاي ليوفا يوفيتش بوي، اخر مبارياتنا في الحلقه والمباراه البطوله الوديه في الصين. باريس كسبت مدريد، للاسف ما واجهناش مدريد لكن اكيد هنقابلها تاني في الشامبيونز ليج، وهنواجهها في الكارير مود عموما. لكن جالي ايميلات مهمه جدا جدا لازم اوريها لكم. مبدئيا جالي عروض لبيبي، اتلتيكو مدريد عرضه فيه 121 مليون، مبلغ اسطوري. اكد بس عشان انا الدراعه جالي هسس منه، بيبي ريجكت اوفر، صح كده؟ بيبي ملوش عروض، 27 سنه يا جماعه الراجل. مونيه بيجي له عرض هايل من ميلان بمبلغ 15 مليون، ممكن نتفاوض معاهم تفاوض اخير وناخد منهم اللي فيه النصيب بشكل اكبر، نحاول ناخد منهم 20 مثلا، يعني خلينا نشوف. هلو بي انتو كالتشو تشالتوني، هلو نايس تو سي يو تو والله العظيم. يعني بص، انت عايز مونيه، انا عارف ان انت في احتياج للعيبه خبره زي هذا الراجل. بص، 20 مليون انا شايف انه مبلغ محترم جدا في مونيه، وده انا نص اللي دفعته فيه، انا جايبه ببلاش على فكره يعني، بس انا محتاج فيه 20 مليون لاني عايز وان بيساك. قال لك لا مش هدفع فيه اكتر من كده. شوف انا موافق. شوف بقى المفاوضات وسهوله المفاوضات لما الناس تمشي من عندي تبقى مبسوط. اي خدمه يا عم، حلوين 16 مليون حد. يا جماعه انا لعبت بيه سنتين ببلاش وببيعه ب 16 مليون، عايز اكتر من كده في مونيه؟ ما هو الجشع وحش، الجشع مش حلو. خلاص مونيه على البركه، فريق كويس، فريق محترم جدا لمونيه، لكن خلينا نشوف وان بيساكا مدريد ريست ليه. زيزو بعت لي قال لي اخر 72 يا موريتسيو، ودي مباركه ليا لبطوله دوري ابطال اوروبا. اوكي تصدق اوافق على وان بيساكا، ويبقى عملنا اول صفقه من الصفقتين الجبارين لينا في الترانسفير مود السنه دي. وان بيساكا اكسبت اوفر. وان بيساكا يا الله، 87 رايت باك، يا الله تعالى نتفاوض معاك، ده تلاقيه بياخد 350 الف في الاسبوع لما نشوف المصيبه اللي احنا داخلين عليها. نزل رجلك يا ولد، انت داخل على بطل اوروبا الحقيقي، ريال مدريد ده كان زمان مش عارف تكسبها بقالك 3 سنين. بهزر يا وان بيساكا، اقعد اقعد يا راجل. بص يا سيدي، انا بجمع كل اللعيبه الانجليز، بعمل كور انجليزي محترم في ارسنال،
النهارده انت بطل اوروبا، السنه دي انا عايز اكسب الدوري. امبورتنت انت كروشال يهبل، لكن اوكي هقول لك امبورتنت ونلاعب ميتلاند معانا قشطه موافق. الروح الحلوه جميله. 5 سنين انت عندك 24 سنه شفت مدريد وطلعت بره يا عم وان بيساكا، ارجع العب في بلدك بقى، ارجع في بلدك بقى في وسط جمهورك عشان تخش منتخب انجلترا وتلعب اساسي. خلاص موافقين من غير شرط جزائي، الامور كلها ماشيه على ما يرام. الواد شكله عايز يرجع الدوري الانجليزي، مش حابب الغربه. وان بيساكا، وان بيساكا نعرض عليه كم في السنه في الاسبوع؟ انا اسف 185. اعرض عليه نفس الرقم، اعرض عليه نفس الرقم عادي. انا فريق كبير معايا نفس الفلوس، ودي له سايننج بونس كمان 1,000,000 يورو. يا شوف بقى، شوف بقى 1,000,000 يورو. يلا بينا اكسبت اوفر، يلا سبميت. ايه رايك؟ 1,000,000 وانت قاعد. طلع له المليون يا علي، طلع له المليون. مبروك يا عم، مبروك يا وانا، مبروك يا وان بيساك. والله العظيم نورت الدوري الانجليزي، هنولعها قشطه يابا قشطه. اول صفقاتنا اظن كده عملنا صفقتين مهمين جدا في الحلقه، جبنا فابيانسكي كنوع من تكريم اللاعب ونوع من الاداره للمستقبل ويبقى في واحد من الكوتشنج تيم، جبنا وان بيساكا بديل لبليرين اللي بعناه بمبلغ اسطوري 55 مليون يورو. انا شايف ان صفقه اسطوريه، خد رقم 2 اوريدي الراجل معانا. خلاص فاضل صفقتين، مش هبوظ الكور بتاع الفريق اكتر من كده. بعنا لعيبه كتيره لسه زها هيتباع ولسه عندنا لكازيت هيتباع. ندمت على صفقة اتلتيكو مدريد دي، لكن اكيد هيجي له عروض تانية. سيبولي كومنتاتكو، رشحولي لعيبة انجليزية، وتعالوا نشوف هنعمل ايه في الفاينل ضد باريس في اخر ماتش في الحلقة، اخر البطولة. يلا جماعة يلا نكسب بطولة ونزود البطولات في النادي اكتر واكتر. باريس سان جيرمان مواجهة بليرين يا جماعة. الواد راح من المعسكر ده للمعسكر ده في ثانيه، ولبس التيشيرت في ثانيه. دراكسلر هو القائد، يدل قد ايه انهم برده ممكن يكونوا بيلعبوا ببعض من البدلة الكتيره. خلونا نشوف تشكيله باريس، اكيد تشكيله قويه كسبت مدريد، فرقه ما بتهزرش برده. دي تشكيلتنا طبعا للي ما شافهاش يا جماعه. موجود فابيانسكي قائد الفريق النهارده يمكن يمسك بطوله، ميتلاند واوبا مكانه وهولدنج وترني، جواندوزي وسافيتش يرجع يلعب، سافيتش يتجرب طبعا، صربيا ما دخلتش البتاع كاس العالم. قدام هيبقى فيه يوفيتش طبعا من الظاهره، ومارتينيلي ونيلسون ورودريجو على الاطراف. ادي بليرين وادي تشكيله بقى باريس، مستنيين نشوفها يا رب تظهر لنا، لكن البطولات الوديه دي مش عارف ما بتظهرش ليه، ما ظهرتش اصلا. خلاص خلينا نتفرج عليهم جوه الملعب. ماشي يلا بينا يا اولاد. خلاص اخر ماتش، حقيقة تنظيم مبهر من الإدارة الصينية بعد طبعا انتهاء إن شاء الله بقى. احنا في 2022 يعني بعد انتهاء الكورونا، الصين بتوجه رسالة للعالم إنها تقدر توجه بطولات تاني وتنظم بطولات. حط أجواندو باريس، باريس طبعا عقدة باريس بتاعت السيمي فاينل فاكرينها، عايزين ينتقموا طبعا. الفريق الجبار ده فريق محترم، لكن ما كانش عنده خبرات كبيرة، قدرنا إن احنا نكسبهم رايح جاي في الإميريتس وفي البارك دي فرانس، يعني حاجة كانت في منتهى العظمة. لكن خلينا نشوف النهارده هيحصل ايه. بليرين اهو بيواجهنا، لكن سافيتش موجود وبيقفل على سرابيا. خش يلا، خش يلا رودريجو، يلا روح. هايل هايل هايل، يلا يلا. واحده حلوه ترني سيركي سافيتش، كره خطيره من على الاطراف. بليرين، بليرين واقف، ماشي ماشي يا بلي قشطه، انا احب كده. هوبا خلص، يا الله حلوه رودريجو، حلوه يا فيتش قوي. تنفيذ الضربه الركنيه في وسط منطقه الجزاء، كره كانت خطيره بعدها في الوقت المناسب. معاه تر... يا راه يا نهار ابيض على اللي صار بيعملوا فيه كاترني، يا نهار اسود. جوليان دراكسلر معاه ترني تاني، معاه ما تخافش، هو ده هو ده ترني. ودي روح روح على نيلسون، روح على نيلسون، خلص يا راجل يا راجل يا راجل. يا ولد برضه بيلعبوا بالناشئين يا جماعه، طبعا عندهم امبابي وطبعا عندهم نيمار والناس دي كلها في كاس العالم، زي لعيبه انجلترا عندي كده كلها مش موجوده، عندي غيابات بالهبل. حتى بيبي مع كوت ديفوار موجود في كاس العالم لسه ما رجعش كاس العالم على اخره، نبقى نشوف اخباره ايه على الحلقه الجايه برضه، اوريكم اخر اخباره لكن بعد الهجمه دي. حلوه يوفيتش، حلوه دبابه، حلوه بلدوزر.
حلوه يالا والله حلوه. ارجع ارجع يلا تاني. يلا ولاد يلا ولاد يلا ولاد يلا ولاد اسرع. طموحات الجماهير في الموسم الجديد هو ده احسن يا ابن اللعيبه. يا راجل يا راجل مارسال كاراسكو كاراسكو في باريس افكرين لياندرو باريدس شوط اول سلبي حتى اللحظه من باريس سان جيرمان. اقفل صح سافيتش قوي هو ده يسيطر على الكره يا جواند روح يا ابن اللعيبه بوم حلو 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 شغال يا ولاد شغال احسن بكتير يلا يلا العب هو ده ايه ده ايه ده حلوة ترني معلش 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 قصير هو الواد يا جماعة عنده ظروف يعني جوليان دراكسلر كنا المفروض نخلص عن كده بس معلش يلا اولاد احسن ولاد احسن يا ولاد خلصونا خلصونا والنبي الماتش سهل الماتش في ايدينا يلا يلا نكسب البطولة دي يلا خلي عندك دي على طول يا ولد خلي عندك انا عايز اكسب دي يلا كأنه فاينل بجد العب الهدف هو اعداد الفرق الموسم الجديد ولذلك نشاهد هذه الاجواء الجميله بعيد عن الضغوطات بس 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 خارج الملعب ميتلاند يا جماعه انا شايف انه عامل بطوله وديه هايله ميتلاند يا ميتلاند ما تفتيش بقى لسه بقول عليك كلمتين حلوين تدخل يبعد الكره وديه بقى روح يا مرتو روح يا مرتو روح يا مرتو طرد ده طرد طرد يا حكم انا رايح اجيب جول انا رايح اجيب جول يا راجل بقى بلاش قرف حلوه ترني رايق بلرين والله العظيم صدق وحشني صدق غيرت كده لما شفته لكن ان شاء الله وان بيسكع عوضنا بص الواد شغال برضو ناحيه اليمين وديه يا اخي يا اخي عافر تاني يلا تاني بص يا جماعه اول ماتش في الدوري مين مع ليستر سيتي مواجهه سخنه جدا هتقابلنا في اول ماتشاتنا الحلقه الجايه بقى استنوها هنا في مكان خطير حلو تبادل الكرات حلو تمريرات البحث عن ثغره البحث عن مساحه البحث عن فرصه في داخل المنطقه يتقدم باتجاه المرمى ضاغط بشكل مؤكد ارسنال ضم لاعب جديد الى صفوفه هكذا فترة الانتقالات فترة حساسة بالنسبة للفرق اللي تبحث عن تدعيم صفوفها هيجيبوا جول هيجيبوا جول الله على الارتباء والمدرب الان يقرر التغيير ودي هيريرا نزل لي ماشي عامل حسابه على ضربات جزاء ولا ايه؟ طلع يلا طلع يلا يلا نخلص قبل ضربات الجزاء يا ابن اللعيبة فيتش اقسم بالله دبابة اقسم بالله دبابة البلدوزر لا 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 ده كتير ده كتير ده كتير يا نهار ابيض يا راجل قفل يا ترني قفل بص بلارين بيزعق ابن الكلب ماشي دي ماريا نزل هو دي ماريا لسه بيلعب ماشي حلوة مارتو يلا تاني يلا يا جماعه 10 دقايق 10 دقايق اجمد اتقام شديد جدا ضغط هو ده
روح مارتينيلي نجم البطولة الودية، نجم البطولة الودية. الواد ده عايز يلعب، الواد ده ليه دور معانا السنة دي يا جماعة في الدوري كبير. الواد ده والله العظيم نجم، احسن رجالة. انزل يا تلمس، يلا يلا تعالى تلمس، انزل. هاي هو ده، هو ده يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. 8 دقائق تفصل عن نهاية اللقاء، بتروح الكرة الآن على لاعب أحسن. جوليان دراكسلر، أندري هيريرا، أنخيل دي ماريا. يلا يلا ودي 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 ودي، حط التاني حط التاني حط التاني، وديه 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 يا راجل، وديه على طول يا مارتينيلي. تيليمانس، ارسنال يهاجم الان يا جواندو، ودافع التدخل قرا بشكل سليم قبل ما شكل. امن 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 على امين ده. بس يا جواندو امن بقى، يلا يا جماعه اخر كوره في ايه، طلع يا ابني. انتهت خطوره الكره الحربيه بدون مشاكل، لوكا يوفيتش ضغط راعي ينتج من خلال استعاده الكره السريعه. خلاص 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 يا صفر يا حكم بقى، ماذا سيفعل الان؟ الله على قطع الكره، كم ممكن؟ انا زهقت من البطولات، هو انا كل بطوله كل حلقه احتفل ولا ايه؟ ابطال اوروبا واخدين ثقه، ابطال اوروبا واخدين ثقه، ولسه الانتقالات اللي هتقولها لي الحلقه الجايه. قلت لك عملنا صفقتين مهمين، فاضل صفقتين، مش هعمل اكتر من كده، لازم ندعم الفريق يا جماعه. قولوا لي على صفقات انجليزيه، محتاج اظن مهاجم شاب ممكن يسند شويه مع وجود يوفيتش مع وجود مارتينيلي. اظن ان انا محتاج مين مثلا بلاي ميكر بدل اريكسون، قول لي اللعيبه اللي محتاجه تمشي تاني، قول لي الفريق محتاج ايه تاني. طبعا الكمال بتاع اللي لوحده، لكن احنا كسبنا بطوله اوروبا، كسبنا البطوله الوديه، وفابيانسكي رجع يشيل الاسطوره مره اخرى بطوله مع نادي ارسنال. جاهزين لدوري انجليزي مميت، جاهزين للسوبر الاوروبي الحلقه الجايه. اعمل لايك سبسكرايب وافتح التنبيهات وتابعنا دايما، وكفايه لعب وكفايه بطولات قوي لحد كده.